شكرا لكم زملائي في الاستديو، واسعد الله اوقاتكم متابعينا مشاهدينا الاعزاء، حياكم الله ويانا في جوله صباحيه جميله مميزه من سوق الجبيل. طبعا اليوم جولتنا من قسم التمور، هني كان من فتره مهرجان الرطب اللي يقيم في هذا السوق الجميل، والان طبعا المهرجان هذا انتهى، لكن المحلات موجوده الى الان وفيها اشياء جميله من التمور اللي هي انتاج هذه السنه. نتعرف فيها ان شاء الله وياكم اليوم مع اخونا عابد، يخبرنا عن انواع التمور اللي موجوده. صباح الخير استاذ عابد، صباح الخير، كيف حالك؟ طيب الحمد لله، يعطيك العافيه. الحمد لله رب العالمين. كيف كان المهرجان اخوي عابد؟ لا والله الحمد لله الامور كويسه، الحمد لله. السنه كيف الاقبال كان على المهرجان؟ الحمد لله كويسه والله. طيب. الحمد لله رب العالمين، الامور كويسه والامور طيبه الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. الان طبعا المهرجان خلص اخوي عابد، لكن المحلات موجوده. المهرجان خلص، خلى المحلات هنا موجوده كلها، احتور فيها جميع انواع التمور، يعني التمور وعندكم الدبس وعندكم اشياء كثيره، التمور والدبس والمعمولات وكل شيء موجود، حتى توزيعات اللي حق شهر رمضان موجوده، حقها افطار صايم موجود حق شهر رمضان. ما شاء الله تبارك الرحمن. لكن الان احنا بنبدا وياكم مشاهدين الاعزاء بنتعرف مع اخونا عابد. اخونا عابد عنده محلين ما شاء الله، محل متخصص يبيع التمور بانواعها، بالاضافه الى محل اخر عنده مجموعه ايضا من مشتقات التمور مثل الدبس، وعنده اشياء كثير بيخبرنا ان شاء الله عنها اخونا عابد. لكن عابد بدايه انا تفاجات انه وجود عندك البرحي الى الان ما شاء الله. هذا البرحي الاردني، هذا الاردني لحد تبارك الرحمن، اخر الموسم، اخر الموسم، اخر الموسم. وسعر كم بيكون ان شاء الله؟ هذا بيكون اياه كيلو 25 درهم. 25 درهم، يعني اللي ما لحق على المهرجان وعلى الرطب بيلحق شويه في البرح الاردني اللي موجود عند اخونا عابد، متوفر الان، والكيلو على 25 درهم تبارك الرحمن. طبعا البرحي وصلنا اخر الموسم مشاهدين الاعزاء، او اخر المهرجان، فموجود عند اخونا عابد الان، كميه بسيطه موجوده الان. يا اخوي عابد، طبعا الرطب وصل عندنا وخلص المهرجان، لكن الرطب الان مثل ما نعرف يتحول الى تمر ويكون موجود عندكم هنا ما شاء الله. والسنه مثل ما عرفتوا مشاهدين الاعزاء واللي تابع الفقره، الحمد لله انتاج الدوله من التمور بالذات حتى في السوق كانت نسبته تقريبا 80 الى 85% من التمور اللي موجوده المحليه. المهرجانات السابقه كان عندنا عدد بسيط، لكن التمور الاخرى كانت هنا مستورده من سلطنه عمان وايضا من المملكه الاردنيه وايضا من المملكه العربيه السعوديه، لكن السنه الحمد لله الانتاج وفير وطيب، كان انتاج محلي. الان نبدا وياك بانواع التمور اللي الان موجوده عندك وانتاج السنه اخوي عابد. كل هذا انواع السنه بتاع هذا تبع السعوديه، هذه في عندك هذا السلج، في هذا سفري، صفاوي المدينه. نبدا اول شيء عندنا سلج، هذا سلج. هذا كم سعره؟ هذا الكيلو 20 درهم. 20 درهم، وعندنا ايضا هذا سفري. السفري على كم؟ 25. 25 درهم، طبعا كله انتاج السنه. كله حق السنه. نعم، انتاج السنه. انتاج السنه. كله حق السنه، جميل. انتاج السنه. جميل، هني قلنا على السعر 20 درهم. 20 كيلو. وهناك هذا 25. 25، النوع الثاني. هذا صفاوي المدينه 30. 30 تبارك الرحمن، وهذا السكري؟ هذا سكر ورطب. ما شاء الله، على كم؟ 15 درهم. 15 درهم، طبعا السكري عندنا، والمجذول هذا ولا؟ هذا المجذول الفلسطيني تبارك الرحمن، مجذول فلسطيني ايضا عندنا متوفر اليوم. هني كم السعر عندك؟ هذا الكيلو يا 35. 35، وهنا السكري 15. 15 درهم، وهذا النوع بارك الله فيك؟ هذا الصقعي. الصقعي كم؟ حق القصيم، هذا الكيلو يا 25. 25 درهم. 25 درهم. طبعا عندنا بالكيلو، وعندنا ايضا بالكيلو بالكراتين، وكل شيء موجود. وعندك كيلو التشكيله اللي هي منوعه فيها، كل شيء موجود من الصقعي ما شاء الله. واسعارنا على حسب الوزن، على حسب الوزن موجود، واللي ياخذ على حسب الكميه كلها برضه الاسعار موجوده. نعم، واللي ياخذ ازيد اخوي عابد بيحتبر السعر بينزل، بينزل السعر كل ما الكميه بتكثر السعر بينزل. جميل، طبعا هذا كله انتاج السنه مشاهدين الاعزاء اللي شاركوا فيها الاخوان في مهرجان الرطب اللي يقيم في سوق الجبيل. طبعا لكن الرطب طبعا ما يوم يخلص او يوم يبلغ زياده يتحول الى تمور، فيتم موجود عندنا في السوق، حد يسوي منه الدبس وحد يغلفه في الاكياس اللي نشوفها دائما احنا في المحلات. الان اخوي عابد بعد خبرني عن الانواع اللي موجوده عندك هنا بارك الله فيك. هذا مجدول، مجدول مصري، هذا المصري، هذا تبارك الرحمن مصري. المصري عندنا اليوم يا سلام، سبحان الله، شوفوا لونه كيف تبارك الرحمن. والسعر كم عندك اخوي؟ هذا كيلو يا 35. 35. عابد قبل لا نكمل، انا لاحظ دائما يوم السوق اشوف يعني مجموعه من السياح الاجانب، فنشوفهم اول ما يدخل يسال عن التمور، فشو الانواع اللي يحبونها او شو اللي ياخذون اكثر شيء؟ هو اكثر شيء بياخذوها المجدول وتمر بالشوكولاته. تمر بالشوكولاته والمجدول، ده حق الامارات.
تمر بالشوكولاته مصنوعه في الامارات اللي هو انتاج مصانع الامارات. جميل. لكن التمر هذا حق فلسطين وحق السعوديه ياخذون هذه الانواع. هذه بياخذوها الانواع. والكميات كيف اللي ياخذونها؟ ياخذوها ما شاء الله بياخذوا كميات حلوه بالعلب اللي موجوده بالكيلو. ياخذوا بالعلب وياخذوا بالكيلو ما شاء الله. هذا الاجانب يحبون هذه الاشياء. هذا الاجانب يحبوا هذا المجدول والتمر بالشوكولاته ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا احنا دائما في السوق مشاهدين الاعزاء ونشوف اليون الاجانب السياح فيسالون عن التمور فتحصلهم موجودين هنا ياخذون انواع معينه. فعلى سبيل المثال حبيت اسال اخوي عابد على الانواع اللي ياخذون. عابد قلنا هني المجدول هذا المجدول المصري وسعره كم بيكون ان شاء الله؟ 35. وهني عندنا هذا نبوت سيف. نبوت سيف اللي هو انتاج مزارع الدوله. هذا انتاج مزارع السعوديه. السعوديه عفوا. على كم بعد؟ هذا 25. 25 واللي فوق هناك عندنا الثلاثه هذا بيكون يا مجدول مصري مجدول سعودي. نعم مجدول سعودي. هذا خضري. خضري هذا عندنا خضري. هنا على كم السعر وهنا بكم؟ هذا الكيلو يا 30 درهم. نعم. هذا الخضري يا 25. 25. هذا مريم المدينه بيكون يا كيلو برضه 25. هذا مريم المدينه. مريم المدينه على 25. 25 درهم ما شاء الله. وهذا النوع هذا سفري. سفري بعد على كم؟ هذا الكيلو يا 25 درهم. 25 ايضا درهم بالنسبه للتمور الموجود عندنا مشاهدينا الاعزاء. عابد ايضا ننتقل الى المحل الاخر طبعا لاخونا عابد مشاهدينا الاعزاء. الان بنشوف الانواع اللي موجوده عنده من التمور لكن عنده اشياء ثانيه غير مثل ما خبرناكم الدبس والمعمول واشياء كثيره موجوده عند اخونا عابد. عابد بدايه انواع الدبس اللي موجوده عندك الانتاج وايضا الاسعار. هذا برضه في حق السنه هذا دبس نرفع الساد. شوي العبه ما عليك امر اخوي. هذا حق الساد. هذا دبس الساد. نعم. اماراتي مصنع في الامارات برضه حق السنه شهر 9. جميل. بدل الدبة هذا كيلو ونص تعمل 25 درهم. 25 درهم. 25 درهم دي كيلو ونص دبة ما شاء كيلو الله. ونص. اللي هو يكون غليظ عندنا شوفوا مشاهدينا ما شاء الله. هذا انتاج الاصفر الذهبي. الاصفر الذهبي. حق السنة رقم واحد. جميل. رقم واحد الدبة ديت واحد ونص. كيلو ونص. كيلو ونص. جميل. والانواع يعني الثانية؟ هذا برضه دبة 2 كيلو. كيلوين. هذا 2 كيلو. نفس النوع نفس النوع نفس النوعية نفس النوعية نفس النوعية. هذه 25 درهم 2 كيلو برضه. 25 درهم 25 درهم للكيلو للكيلو كامل. وهنا شو عندنا بعد محمد عابد؟ وعندنا هذه هذا معمول ومصالح هذا حق القصيد. هذا مصانع. نعم. مصانع السعودية. جميل. هذا دبة هذه 20 درهم. 20 درهم 20 درهم فيها 700 جرام وفيها نوع التمر. هذا تمر بالبسكويت مصنع بالبسكويت. نعم جميل. طبعا هذه المعمول طبعا مشاهدين الاعزاء بانواع مختلفه يستخدمون فيه انواع معينه من التمور. لكن عندنا شفنا وياكم احجام الدبس اللي متوفر. الدبس عندنا هذا الحجم الكيلوين. عندنا النص كيلو. وعندنا هذه على كم بعد عابد؟ ها كم الوزن؟ هذا 10 دراهم. هذا 10 دراهم. هذا 10 دراهم. هذا للتجربه. اللي حاب يجرب اول مره هذا ياخذ هذه الكميه. صحيح. وعقب ان شاء الله ياخذ الكميه اللي يبغيها طبعا على حسب النوع وايضا الطعم مشاهدينا الاكارم. وهني مثل ما خبرناكم هذه اللي تنفع للهدايا اخوي عابد تفضل خبرنا عن هذه العلب اللي موجوده. هذا ذا مبروم المدينه. نعم. هذا ذا مبروم المدينه الكيلو يا 35 درهم. 35 هذا كيلو تقريبا ها؟ هذا كيلو. كيلو على 35 درهم مشاهدينا الاعزاء. زين عابد احنا سالناكم ساعه قبل لا نبدا وياك شو اخبار البثيثه؟ شو عندك حق البثيثه؟ هذا حق البثيثه فيه العجين. العجينه. شوف العجين اللي عندك. هذه عجينه جاهزه بدون طبعا اللي هي بدون الطعام البزر. ولا شيء مشاهدينا ولا شيء خالص مره جاهزه. جاهزه اعتبر على طول حق المعمولات. جميل. حق المعمول حق البثيثه استخدامات حق ايوه الحلوه اللي مسوينها بالتمر. عندكم عجينه جاهزه. وكم سعرها تقريبا اخوي عابد؟ هذا 10 دراهم. 10 دراهم. والوزن؟ هذا كيلو. كيلو 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 من التمر اللي هو معجون مشاهدينا الاعزاء طبعا بدون بذر بدون القشر. والكيلو على 10 دراهم يعني حاجه جاهزه على تستخدمها للحلويات مثل ما قلنا لكم للبثيثه او لانواع ثانيه من المعمول. عندك نوع واحد عابد ولا في احجام مختلفه انواع؟ لا في نفس النوعيه بس شركات مختلفه. شركات مختلفه. شركه مختلفه. والاسعار هي نفسها؟ نفس الشيء على 10 دراهم. على 10 دراهم. على 10 دراهم مشاهدينا الاعزاء. تمام. ننتقل وياك عابد اخوي الى القسم الثاني من المحل. بنتكلم عن التمور اللي موجوده عندك. نشوفها هذه اللي في الاكياس. هذه نبوت سيف من المملكه العربيه السعوديه. هذا تبع السعوديه. جميل. هذه شو اسعارنا اخوي؟ هذا الحبايه كيلو تعمل 15 درهم. 15 درهم. 15 درهم. هذا حق الكرتون يعتبر بيكون فيها 8 كيلوات.
الكرتون الواحد كرتونه فيها 8 كيلو 8 كيلو 8 كيلوات، يعني اللي حاب ياخذ كميه مشاهدين الاعزاء او ياخذ للتوزيعات ترمون تاخذون الكرتون بيكون عند اخونا عابد. سعر الكرتون كم بيكون اخوي عابد تقريبا؟ يعني الكرتون كذا يعتبر تعمل 90 درهم 90 درهم الكرتون درهم. وفي 8 كيلو في 8 كيلوات في 8 كيلو تقريبا من التمور مشاهدين الاعزاء اللي موجود عندنا وشركات مختلفه. عابد تعال نشوف هنا بعد، عابد خبرنا عن الانواع الثانيه اللي موجوده عندك. في هذا برضه خلاص ملكي، خلاص ملكي هذا حال حبه كيلو، هذا 10 دراهم 10 درهم. وهذا النوع هذا عجوه المدينه على كم تقريبا بعد عابد؟ ديت 25 درهم نص كيلو 25 درهم هذا نص كيلو. 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 وقبل لا نختم معاك اخوي عابد، طبعا هني عندنا مشاهدين الاعزاء ايضا تشكيله من التمور اللي موجوده عند اخونا عابد بالاضافه الى المعمول واشياء كثيره طيبه ما شاء الله بتحصلونها عند اخونا عابد، واسعاره ايضا جدا طيبة. اسعار منافسه الحمد لله. الله يعطيك العافيه عابد. مكاننا نحن وين في السوق الجبيل؟ احنا هنا في سوق الجبيل في محل رقم في قسم التمور، قسم التمور في قسم خضروات الفواكه في محلات الخاصه مشاهدين الاعزاء لبيع التمور وايضا مشتقات التمور. شكرا يا عابد، شرفنا فيك وعلى المعلومات الطيبه. الله يوفقك ان شاء الله، الله يطول بعمرك. شكرا جزيلا مشاهدينا متابعين الاعزاء. طبعا كنا وياكم اليوم في هذا القسم الجميل من سوق الجبيل قسم التمور، تعرفون فيه وياكم على اسعار التمور الموجوده اللي شفناها وياكم بالاضافه ايضا الى الانواع المختلفه، شيء منها المحلي وفي منها ايضا المستورد، واكثر التمور اللي حصلناها طبعا اليوم كلها من المملكه العربيه السعوديه. حياكم الله، نشوفكم ان شاء الله على خير في حلقات وفقرات قادمه ومع السلامه.